هاني شاكر المطرب الكبير. استاذ هاني برحب بيك. بيك يا استاذ اسلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي، وميرسي على كابتن شادي. استاذ هاني ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حبيبي ربنا يخليك ليا يا كابتن شادي، ربنا يخليك. شكرا. استاذ هاني، يعني بيقترب نادي الزمالك من تعيين، او يعني وزاره الرياضه هتعين لجنه جديده، وفي اقتراب طبعا برحيل اللجنه المؤقته برئاسه طبعا اللواء عماد عبد العزيز. هل الصراعات الاداريه اللي حضرتك شايفها داخل نادي الزمالك، او المشاكل الاداريه، هل بتؤثر على مسيره فريق الكره في الدوري والكاس؟ والله طبعا اكيد اكيد يا اسلام، يعني وبتؤثر على الكره او الرياضه عموما في مصر، وعلى شكل اداره الرياضه في مصر، وعلى سمعه الرياضه في مصر اكيد. لانه يعني نادي الزمالك نادي كبير، ما ينفعش يتعامل كده معاه، ما ينفعش يقعد بهذا الشكل، لجنه تسلم لجنه تسلم لجنه ويعالم امتى الانتخابات هتيجي. المفروض انه يعني الزمالك يبقى عنده يعني مجلس منتخب شرعي يدير النادي بشكل احترافي، لكن لجنه تسلم لجنه تسلم لجنه، ما انت زي ما انت شايف كده، بالرغم من الزمالك يمكن في كره اليد وكره القدم يعني بيحاولوا انهم يتواجدوا على الساحه الرياضيه، والزمالك في المركز الاول دلوقتي المفروض، وبرضه كره اليد في نادي الزمالك عامله هايله، لكن لامتى هيستمر ده؟ يعني الحقيقه انا هذا السؤال بوجهه للسيد اشرف صبحي وزير الرياضه الصديق العزيز اللي انا بحترمه جدا وبحبه جدا، وبقول ان الزمالك ما ينفعش يتعامل معاه كده يا دكتور اشرف. الزمالك ما ينفعش يبقى مجال ومسرح للتجارب. جمهور الزمالك وصل لحاله من الغليان والحزن والزعل، ويعني صعبان علينا نادي بحجم نادي الزمالك بجماهيره الكبيره في مصر والعالم العربي انه يعني يبقى في هذا التخبط. واول يعني قبل كل ماتش مهم يطلع حد من اللجنه المعينه لاداره الزمالك يقول لك الزمالك ما فيهوش فلوس، الزمالك مديون، الزمالك ما اعرفش ايه، يعني حتى من باب السياسه في التعامل مع ملف كره القدم او كره اليد او في النادي، ما ينفعش انا اطلع قبل ماتش مهم اقول هذا الكلام. وعلى فكره ده 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 بيحصل في كل ماتش على فكره، من 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 نفس سياده المستشار، هو اللي بيتكلم وبيطلع يعني يحبط اللعيبه ويحبط الجمهور قبل كل ماتش مهم. فمن فضلك يا دكتور اشرف لو سمحت ارحمنا وارحم جمهور الزمالك من هذا التخبط الاداري. اللجنه مشكوره حاولت انها تعمل حاجه لكن للاسف ما عملتش. احنا كنا متوقعين بعد بيع مصطفى محمد ان مشاكل كره القدم هتتحل، اللعيبه اللي لها فلوس هتاخدها، لو في لعيبه جديده هتيجي، لكن لا، هو مش دورها الحقيقه، هم جايين لتسيير الاعمال، لكن المفروض ان يكون في لجنه منتخبه، مجلس منتخب يدير نادي بحجم وقيمه وعراقه نادي الزمالك. فيعني اتمنى يكون في انتخابات في القريب العاجل يا اسلام، والله اتمنى. طيب استاذ هاني، يعني كابتن شادي عايز يتكلم مع حضرتك. طبعا. ويسالك كابتن شادي، اتفضل. اولا مساء الخير على حضرتك، وحضرتك شخصيه فنيه كلنا بنحترمها وليها تاريخها الكبير جدا. اولا انا هقول كلمه لحضرتك، انا بشوفك دايما في مداخلات بتقاتل على نادي الزمالك وعاشق لنادي الزمالك، فبحييك على ده بدون اي مصلحه. انا بشوف ده رايي الشخصي. حضرتك كقيمه في مصر في عالم الغناء،
وبتخاف على نادي الزمالك ومحب نادي الزمالك ومقاتل على نادي الزمالك ويهمك حقوق نادي الزمالك، فدي حاجه تحترم في حضرتك. وعايز اقول لك والله يا شادي بعد اذن حضرتك، يعني انا بشوف انه جمهور الزمالك مقدر ده جدا، هذا الحب اللي انا وكتير من زملائي الفنانين واصدقائي الفنانين حريصين على نادي الزمالك، واللي بيقدر ده اكتر جمهور الاهلي كمان اللي انا بحبهم وبيحبوني، واللي ما فيش ما بيني وبينهم الا كل الحب والاحترام، لانه انا مش معنى ان انا بحب الزمالك وحزين على ان انا اشوف النادي الزمالك بيكون فيه تخبط وفي عدم استقرار، ان ده يعني يبقى انا ما بحبش الاهلي. لا بالعكس، انا بشوف ان الاهلي كمان كقطب من يعني قطب كبير من اقطاب الرياضه في مصر اللي كلنا بنعتز بيها وبنحترمها وبنقدرها، واتمنى ان يكون الاستقرار اللي في الزمالك زي استقرار الاهلي. والله يا كابتن شادي، وده لمصلحه الرياضه. الجزء الثاني اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا لو بغير لجنه في ظل انت في امور ماديه عشان احافظ على المنافسه وعلشان احافظ على بطوله جماهير نادي الزمالك عاوزاها، لما هختار اشخاص، ده وجهه نظري انا وعايز اسمع حضرتك، اجيب على راس المجموعه لو انا هغير رجل اقتصادي بيفهم في الموارد، بيعرف يجيب فلوس، الخزنه تبقى مليانه، عنده افكار، يبقى على راس المجموعه، لان انت محتاج في التوقيت ده هتدير ايه؟ هتتكلم في ماتش وحجز فندق ولا هتكلم في مستحقات ماليه؟ فلازم اللي يجي في التوقيت ده من وجهه نظري يقدر يخلي الخزنه فيها فلوس، يجيب موارد نادي الزمالك، لو نادي الزمالك ليه فلوس بره ازاي هو يجيبها، لو هياخد دعم من الوزاره يقدر يعني ده اللي انا اقصده، يبقى في حد يقدر يجيب مستحقات لعيبه عشان تحافظ على المنافسه اللي موجوده. معاك حق، كل الحق، معاك كل الحق، لان انا مثلا انا هديك مثال يا كابتن شادي. يعني فلوس الشناوي اللي اتحكم لنادي الزمالك بيها، اللجنه المؤقته ما ساعدش ليه انها تحصل عليها، اللي هم كانوا 8 مليون جنيه اعتقد حاجه كده يعني. يعني انا ما سمعتش ان حد بعد الحكم اللي اتحكم لنادي الزمالك من اتحاد الكوره واللجنه اللي حكمت له انه المبلغ اللي كان خده الشناوي، والتظلم بتاع امام والتظلم بتاع امام عاشور يا استاذ هاني برضه، والتظلم رفض الزمالك ما قدموش. والله والله يا اسلام، بقينا بنشوف حاجات غريبه جدا وحياه ربنا. يعني لما اشوف ان التظلم يقول لك تظلم اللعيبه الخمسه موجود، لكن تظلم امام عاشور مش موجود. يعني والله انا ما انا عارف ده نسميه ايه، انت تسميه ايه يا اسلام؟ تسميه ايه يا شادي؟ يعني اتحاد كوره والاثنين التظلمين اتسلموا لاتحاد الكوره ولجنه التظلمات، ويعني انا مش عارف، والله انا ما عارف. يعني هو طبعا يعني انا اتمنى اللجنه اللي جايه يكون على راسها حد زي ما بيقول حبيبي شادي كده من الـ 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 الوجوه الـ الـ الماليه الاستثماريه اللي تقدر تعرف فعلا تدير ماديا نادي الزمالك لحد ما يبقى في انتخابات. بالظبط، لحد ما كل مقال مقال بقى، يعني ربنا يهدي الحال ويكون في انتخابات في اقرب فرصه. لكن ما ينفعش التجارب اللي بتحصل في نادي الزمالك دي، نادي الزمالك كبير واسم كبير وجماهيره عريضه في كل حته، ما ينفعش يبقى يعني يبقى في هذه المصادفات الغريبه والعجيبه. نادي الاهلي والزمالك نادي كوره، كره القدم مهمه جدا، لو نجحت طبعاً في الكوره بتقدر طبعاً. انما اجي عايم مجلس مع حد مالي لازم يبقى في حد فاهم طبعاً في الكوره، تدار ازاي الكوره، علشان هقعد وحد ذو قيمه وقامه عشان ابقى مقنع للاعب اللي اروح عايز اتفاوض معاه، عايز اتكلم معاه، عايز اخلص اتعاقد مع لعيب عقده هيخلص، ده الطبيعي اللي يبقى موجود في التركيب. وعندي القدره الماليه على رايك ان انا اللي اتفق معاه عليه اعمله. بالظبط. لكن احنا النهارده مع احترامي للجنه اللي كل شويه بتقول نادي الزمالك مديون، نادي الزمالك مديون، هو احنا مش شفنا المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره كله مع السيد وزير الماليه وانه الزمالك مسدد ضرايبه اعتقد من 2018 او حاجه كده؟ يعني هل كل المبالغ اللي بعد كده من بعد 2018 على نادي الزمالك بهذا الحجم؟ ما برضه في علامات استفهام كتيره الحقيقه. التامينات نفس الحكايه، الزمالك مسدد في المجلس اللي فات
لحد برضه يمكن 2018، وكان طلع يعني طلع في بيان وكلنا قريناه ان الزمالك من اوائل الانديه اللي سوت اوضاعها في بالنسبه للتامينات. استاذ هاني، يعني من وجهه نظر حضرتك من يصلح لرئاسه نادي الزمالك؟ قول لي اسم واحد. والله بص يا اسلام، بصراحه ربنا انا العهد الذهبي اللي انا كزملكاوي وجمهور الزمالك شافه طبعا المستشار مرتضى منصور الحقيقه. يعني طيب هو بالرغم لو من انه يمكن قد يكون هو يعني عمل يعني كم من الـ 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 الخلافات كتير مع ناس كتير في الفتره اللي هو كان موجود فيها، لكن هو الحقيقه على المستوى الرياضي وعلى المستوى الانشائي وعلى مستوى الـ 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 الاداره، لا المستشار مرتضى منصور بالمجلس بتاعه انا شايف انه يعني من احسن الفترات اللي عاشها الزمالك